الجزء الازرق ده عباره عن كوريت بلكسس، الجزء الاسود ده عباره عن السلمس، الجزء الابيض انتر سلاميك ادهيجن، ادي الاكوداكت، تجمنتم والتكتم عباره عن سوبيريور انفيروكوليكولاس فورس فنتريكل والفيرمس اوف سيربيلوم. نشوف مع بعض الانفيرو سيرفيس. الانفيرو سيرفيس بنقسمه لاوربيتال بارت وتنتريال بارت. اوربيتال بارت بيفصلهم عن بعض الستيم اوف لاترال سالكس، ادي اوربيتال بارت وادي التنتريال بارت. نبدا نشوف ايه الحاجات اللي هنشوفها في الاوربيتال بارت. في الاوربيتال بارت بنلاقي عندنا الاولفاكتوري بالب والفاكتوري تراكت. لو شلنا الاولفاكتوري بالب وتراكت شلناها كده بيبان عندنا الاولفاكتوري سالكس. الاولفاكتوري سالكس ادي الاولفاكتوري بالب وتراكت. الجيرس اللي ميديا الاولفاكتوري، الجيرس اللي هو دوت بنسميه ستريت جيرس او جيرس ريكتس. ستريت جيرس او جيرس ريكتس. لو جينا شفنا عندنا حرف اتش سالكس عامل حرف اتش، حرف اتش اهوت. الاتش دوت بنسميه اوربيتال سالكاي، بيقسمين المنطقه ديت لاربعه اوربيتال جيراي، انتير اوربيتال، بوستير اوربيتال، ميديال اوربيتال، لاترال اوربيتال. حرف الاتش هنا لاوربيتال سالكاي واربعه اوربيتال جيراي. طب احنا دلوقتي شفنا الانفيرو سيرفيس الاوربيتال بارت، نيجي نشوف مع بعض الانفيرو سيرفيس التونتريال بارت. التونتريال بارت اللي هنا ما بين السيربيلم وما بين الانفيرو سيرفيس، لو شلنا البرين ستيم، شلنا البرين ستيم بالسيربيلم يبقى الجزء ده اللي هيحسب اوربيتال ايه تونتريال بارت. في التونتريال بارت بنشوف اتنين سالكس بالطول، سالكس لاترال وسالكس ميديال. اللاترال سالكس بنسميه اوكسيبيتو تمبرال سالكس، واللي جوه كولاترال سالكس، اوكسيبيتو تمبرال والكولاترال. وعندنا في ثلاثه جيراي، ادي جيرس وادي جيرس وادي جيرس. لاترال اوكسيبيتو تمبرال جيرس وميديال اوكسيبيتو تمبرال جيرس. والجيرس اللي جوه بارا هيبوكامبال جيرس، لاترال وميديال اوكسيبيتو تمبرال وبارا هيبوكامبال. طيب لو جينا شفنا الكولاترال سالكس اللي هو جاي من هنا، كولاترال سالكس امتداده من قدام بنسميه راينال سالكس، يبقى الكولاترال سالكس اللي هو ده امتداده من قدام اسمه راينال سالكس. الحته اللي جنبه من ناحيه جوه اسمها الانكس. انكس لو جبناه على برين زي هنا زي اللي معايا دوت، ادي الانكس الناحيه دي هنا، ادي الانكس. والجزء اللي هو دوت لو الرايين السالكس. رايين السالكس والجزء اللي هو الانكس.